تشاهدون الآن نشرة الأخبار من قناة حضرموت. رئيس الوزراء يترأس لقاء ضم الصندوق الأممي للسكان والمجلس الوطني للسكان بعدن. وزارة الأشغال تعلن استكمال الترتيبات لبدء تأهيل طريق العبر الدولي. وكيل أول حضرموت يشيد بجهود قوات المنطقة العسكرية الثانية ويبحث الترتيبات لفتح مكاتب الأمم المتحدة بحضرموت. كانت هذه أبرز العناوين، وإليكم التفاصيل من قناة حضرموت الفضائية. أهلا بكم. ترأس رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك لقاء ضم مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان برئاسة مدير المكتب بالعاصمة المؤقتة عدن دان ماينا وممثلين عن المجلس الوطني للسكان. وناقش اللقاء خطة وبرنامج عمل الصندوق الأممي في اليمن والتحضيرات الخاصة بتدجين اليوم العالمي للسكان في 11 يوليو القادم بعدن، وكذا مناقشة آلية دعم المجلس الوطني للسكان بالإضافة إلى أنشطة الصندوق الأممي بمجالات الصحة الإنجابية والبيانات السكانية والعمل مع الشركاء الرئيسيين بالحكومة. وخلال اللقاء أكد رئيس الوزراء على أهمية إعادة تفعيل المجلس الوطني للسكان ليقوم بدوره في إعداد البيانات الخاصة بالسكان والاستفادة منها في توزيع المشاريع التنموية بحسب الإحصائيات السكانية، مشددا على ضرورة تركيز الجهود صوب التنمية المستدامة خلال المرحلة المقبلة. أعلنت وزارة الأشغال العامة والطرق عن استكمال الترتيبات الخاصة ببدء تأهيل طريق العبر الدولي بتمويل سعودي. وأوضحت وزارة الأشغال في بيان لها بأن المملكة تكفلت بتمويل مشروع تأهيل طريق العبر عبر البرنامج السعودي لإعادة الإعمار، وسيتم الإعلان رسميا عن التفاصيل الخاصة بالمشروع خلال الأيام القليلة القادمة. وأشارت الوزارة إلى أن إعادة تأهيل الطريق سيكون بشكل متوازي في كل المقاطع بما يضمن إنجاز أعمال التأهيل في فترة زمنية قصيرة. وأوضح البيان أن المشروع يأتي بعد توقيع اتفاقية التعاون المشترك بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، الذي سيعزز بدوره جهود الحكومة في إعادة بناء ما دمرته الحرب وتحسين الخدمات وإدارة عجلة التنمية. أشاد وكيل أول حضرموت عمر بن حبريش العلي بجهود المنطقة العسكرية الثانية ودورها في إرساء الأمن والاستقرار في ساحل حضرموت. جاء ذلك خلال لقائه اليوم القيادات العسكرية بالمنطقة بحضور أركان المنطقة العميد ركن عويضان سالم عويضان ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية العميد محمد عمر اليميني، مستمعا إلى مجمل الأوضاع العسكرية بساحل حضرموت، مشيدا بجهود ودعم قوات التحالف العربي. ومن جانبهم ثمن القادة العسكريون الدور الكبير للسلطة المحلية بحضرموت ومساندتها ووقوفها إلى جانب قوات المنطقة العسكرية الثانية. وفي سياق آخر، بحث وكيل أول محافظة حضرموت عمر بن حبريش مع مسؤول إدارة الأمن والسلامة بمكتب الأمم المتحدة العقيد مدحت شعفر والفريق المرافق له الذي يزور محافظة حضرموت حاليا الترتيبات النهائية لفتح مكاتب الأمم المتحدة في مدينة المكلا عاصمة المحافظة. وتطرق اللقاء إلى الإجراءات المتبعة لتسهيل عملها بالإضافة إلى أوجه التعاون بين السلطة المحلية ومكتب الأمم المتحدة لدى بلادنا. وأكد وكيل أول حضرموت استعداد السلطة المحلية لتقديم كافة التسهيلات لمهمة الفريق والإسراع بفتح مكاتب المنظمات الدولية في المحافظة وأداء أعمالها على أكمل وجه. السيدات والسادة، بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة. أعود وأذكر بأبرز ما جاء فيها من أنباء.
رئيس الوزراء يترأس لقاء ضم الصندوق الأممي للسكان والمجلس الوطني للسكان بعدن. وزارة الأشغال تعلن استكمال الترتيبات لبدء تأهيل طريق العبر الدولي. وكيل أول حضرموت يشيد بجهود قوات المنطقة العسكرية الثانية ويبحث الترتيبات لفتح مكاتب الأمم المتحدة بحضرموت. وبالتذكير بالعناوين مشاهدينا الكرام، نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة. حتى الملتقى، دمتم في أمان الله.